أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناتكم التعليمية. فيديو نهار اليوم سوف يكون عبارة عن وضعية إدماجية حول الأمير عبد القادر في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة رابعة متوسط. بالنسبة لهذه الوضعية الإدماجية موجودة في sequence number one، sequence الأولى أو الجزء الأول لتلاميذ السنة الرابعة متوسط الفصل الأول. بالنسبة للفيديو تاع اليوم راح نتعلمو فيه كيفاه رايحين نقدروا نكتبوا وضعية إدماجية وكيفاه تجينا الوضعية الإدماجية هذه في الامتحان. sequence number one، sequence الأولى عندنا العنوان تاعها يحتوي على زوج أجزاء، أولا universal landmarks وثانيا outstanding figures in history, literature and arts. في الجزء الأول يتكلم لي على العوالم العالمية أو المعالم العالمية and والشخصيات البارزة في تاريخ الفنون والمجالات عامة. At the end of sequence number one، في نهاية السيكونس الأولى رايح نتكلموا على زوج حوايج. الحاجة الأولى اللي رايح نتكلموا عليها هي المعالم العالمية عامة و الـ outstanding figures in history، وثاني حاجة رايح نتكلموا عليها هي الشخصيات البارزة في التاريخ. وعامة هنا رانا نتكلموا كي نقولوا تاريخ رانا نتكلموا على تاريخ الجزائر. إذا رايحين نقولوا at the end of sequence number one، في نهاية الجزء الأول نتاعنا أو الفصل الأول، we are going to write a short paragraph which is going to be a biography about someone. A biography is a paragraph in which we describe someone's life. In this sequence, we're going to focus on famous Algerian writers and influencers. في نهاية sequence number one قلنا راح نتكلموا على زوج مواضيع، أو الوضعيات الإدماجية نتاعنا راح تجينا على زوج مواضيع. قلنا المعالم العالمية، وثاني حاجة اللي هي راح نديروا الوضعية عليها اليوم هي الشخصيات البارزة في التاريخ. وش قالنا هنا؟ قالنا رايحين نكتبوا فقرة قصيرة، رايحين ورايح تكون هذه الفقرة عبارة عن نبذة حول شخص ما. النبذة هي عبارة عن فقرة نقوم فيها بوصف حياة شخص ما. في هذا الجزء سوف نركز على الأشخاص المشهورين أو الشخصيات البارزة الجزائرية مثل الكتاب والمؤثرين عامة وخاصة المجاهدين والشهداء. إذا هذا هو الموضوع نتاع الجزء الثاني من الفصل الأول أو من الجزء الأول. بالنسبة للوضعية الإدماجية الأولى اللي نتكلموا عليها على معلم عالمية، الرابط تاعها راح يكون في صندوق الوصف، أو الرابط على الوضعية تاع الجزء الأول راح يكون في صندوق الوصف. الآن راح نروح نبدأ مع الوضعية الإدماجية نتاعنا وكيفاه جينا الوضعية الإدماجية في الامتحان ولا في الفرض. عندنا أول حاجة هي العنوان تاع الوضعية الإدماجية نتاعي، يعني على من راح نهضر. هنا قالنا our hero يعني البطل نتاعنا الأمير عبد القادر، يعني الوضعية الإدماجية تاعي الموضوع نتاعها راح يكون الأمير عبد القادر. من بعد في الوضعية الإدماجية راح يعطيني سياق، راح يعطيني هنا فقرة يتكلم لي فيها على هذا الشخص أو يقول لي فيها الحاجة اللي راح نكتب عليها. قالنا your teacher of English يعني الأستاذ تاعك تاع اللغة الإنجليزية asked you to write a short biography about، يعني طلب منك أنك تكتب فقرة قصيرة أو نبذة قصيرة حول الأمير عبد القادر ابن محي الدين الحسنية. use the ID card below to present this outstanding figure in Algerian literature to your classmates. طلب منا ان نستعملوا the ID card below يعني البطاقة الشخصية لتحت. رايحين نشوفوا البطاقة الشخصية هذه اللي هي جد مهمة، رايحين نشرحوها بالتفصيل وش يكون فيها. طلب منا من خلال البطاقة الشخصية ان نوصف هذه الشخصية البارزة او الشخصية الجزائرية البارزة في الجزائر للاصدقاء نتاعنا. اذا رايحين دركا نروحو نشوفو البطاقة الشخصية نتاعنا. الان عندنا الاي دي كارد يعني البطاقه نتاع الهويه نتاع الامير عبد القادر. بالنسبه للبطاقه تاع الهويه رايح يذكر لي فيها دائما ست حوايج مهمين اللي رايحين نتطرقوا لهم هنايا.
عندنا أول حاجة اللي هي النيم، الاسم، ولا ساعات يكتب لي الفول نيم أي يقصد بها الاسم الكامل، ولا يكتب لي النيك نيم يعني الاسم المستعار أو الاسم اللي سمي به هذا الشخصية نفسه. إذا عندنا النيم، الاسم، الأمير عبد القادر ابن محي الدين الحسنية. ولدينا ثاني حاجة اللي هي date and place of birth يعني تاريخ ومكان الولادة، وهو هنا سبتمبر أو سادس من سبتمبر 1808 بمنطقة جتنا أو جتنا عذرا near يعني بالقرب من معسكر. study ولا studies يعني الدراسة ولا الدراسات. he grew up and learned the holy Quran as well as other subjects يعني كبر وتعلم القرآن الكريم بالإضافة إلى المواد الأخرى. occupation يعني المهنة، ممكن يقول لي occupation يعني المهنة، وممكن يقول لي job يعني المهنة أيضا. عندنا scholar, writer, poet, political leader and military warrior يعني عالم، كاتب، شاعر، قائد سياسي، وأيضا محارب عسكري جزائري. main achievements يعني الحوايج اللي حققهم عامة هما he won many battles against the French army يعني فاز بالعديد من المعارك ضد الجيش الفرنسي، وكتب الكثير من الكتب مثل call to the intelligent, warning to the indifferent in 1855 and a book on the Arabian horse وليادة الجزائر in 1900 172. يعني هنا راهو يتكلم لي على الكتب اللي كتبها والتاريخ اللي كتبها فيهم. الان عندنا اخر حاجه اللي هي date and place of death يعني مكان وتاريخ الوفاه، هذا اذا كان يعني هذا الشخص متوفي. اذا قالنا مات في 26 ماي 1883 في دمشق، ان دمشق سوريا يعني سوريا، at the age عن عمر يناهز 74 يعني الرابع والسبعون. الان نروح من خلال هذه المعلومات، هذه الانفورميشنز اللي عطاها لي في الاي دي كارد يعني البطاقه تاع الهويه، نروح نحاول نكتب بها الوضعيه الادماجيه نتاعي. اول حاجه عندنا العنوان ذا تايتل اللي هو اور هيرو الامير عبد القادر. الأمير عبد القادر ابن محي الدين الحسني was an Algerian scholar, writer, poet, political leader and military warrior. This great hero was born on September 6th, 1808 in Gitna near Masqar. He learned the Holy Quran as well as other subjects. This brave leader won many battles against the French army. His most famous battles are the Battle of Al-Maqta', the Battle of Sig or Sij and the Battle of Sidi Ibrahim. He protected the Algerian values, language and religion to keep the Algerians unified against their enemy. He wrote many books like the Book of Call to the Intelligent, Warning to the Indifferent in 1855 and a book on the Arabian horse. He died on May 26th, 1883 in Dimashq, Syria at the age of 74. This national leader was respected by all. Present day Algerians consider him to be the greatest hero of their people. عندنا هذه الوضعية الإدماجية تاعنا. الآن نروحو للشرح. أول حاجة ذكرناها هي الاسم الكامل تاع الشخصية هذه، ها هي كي، ومن بعد ذكرنا الأوكيوبيشن يعني المهنة نتاعو، وقلنا كان عالم، كاتب، شاعر، قائد سياسي ومحارب عسكري جزائري. الحاجة اللي راح نذكروها بعدها هي تاريخ ومكان الميلاد. قلنا this great hero يعني هذا البطل العظيم ولد في 6 سبتمبر 1808 في منطقة قدنا بالقرب من معسكر. واللي بعدها رايحين نذكروا his studies يعني الدراسات نتاعو ولا أي حاجة تشمل الطفولة نتاعو. تعلم القرآن الكريم بالإضافة إلى المواد الأخرى as well as other subjects. وانتصر هذا القائد الشجاع this brave leader، بدل ما نقولوا he ولا نقولوا نذكروا الاسم تاع الشخصية هذه، نقدروا مثلا نقولوا this great hero هذا البطل العظيم، ولا هذا القائد الشجاع this brave leader، نقدروا نستعملوهم في بلاست هذا ال او بلس الاسم الرئيسي نتاع هذا الشخص.
This brave leader يعني هذا القائد الشجاع انتصر في معارك عديدة ضد الجيش الفرنسي، ومن أشهر معاركه ذكرنا مجموعة منها اللي هي معركة المقطع، معركة سيج، ومعركة سيد إبراهيم. وأيضا ساعد أو حمى القيم ولغة ودين الجزائريين للحفاظ على وحدة الجزائريين ضد عدوهم. والآن راح نروح لهزبوكس، يعني الكتابات اللي كتبهم. كتب العديد من الكتب مثل كتاب دعوة للعاقل وتحذير للمختلف عام 1855، وأيضا كتب كتاب حول الحصان العربي، وتوفي في 26 ماي 1883 في دمشق بسوريا عن عمر يناهز 74. وفي الأخير الخاتمة تاعنا هذه تقدروا تستعملها في الوضعيات الإدماجية تاعكم، قلنا this national leader يعني هذا القائد الوطني أو الزعيم الوطني قد حظى أو يحظى باحترام الجميع، في الوقت الحاضر يعتبره الجزائريون أعظم بطل لشعبهم. And for today's quote, it's going to be, your only limit is your mind. بالنسبة لحكمة اليوم فهي حدك الوحيد هو عقلك. Thank you so much for listening to this video. I really do hope it was really beneficial for y'all. And goodbye. See you in the next video. Good luck. بالتوفيق. سلام.